هو اللي حصل ان انا كنت رايحة امتحاني بالفستان اللي انا منزلة صورته على النت. ما فيش حاجة، لان انا دخلت لجنتي عادي وخلصت امتحاني. وانا طالعة، احنا طبعا بنسلم البطايق بتاعتنا لما بنيجي نمتحن وكده. طالعة باخد البطاقة بتاعتي، كان المراقب اللي هو بيلم مننا البطايق بيفضل قاعد ومعاه البطايق وانا بسحبها، بيقول لي هو انتي مسلمة ولا مسيحية؟ فانا استغربت السؤال جدا، قلت له لا انا مسلمه. هو ليه يعني بص لي يعني اللي هو بص اللي هو خلاص خلاص ما فيش حاجه. قمت واخدت طاقتي وطلعت، وانا طالعه لقيت مراقبتين، ما كانوش مراقبين عليا انا في لجنتي، كانوا مراقبين على لجنه تانية اصلا. لقيتها بتشد زميلتها بتقولها تعالي تعالي شوفي شوفي لابسه ايه. انا مش في دماغي ان الكلام هيبقى عليا ابدا، ومش في دماغي ان هي بتتفرجها عليا. لقيتها جايه عليا وبصوت عالي. انا طلعت من اللجنه بتاعتي، كنت واقفه كده في الممر، فالممر ده فيه اكتر من لجنه شغاله، انا طالعه قبل وقتي بنص ساعه. لقيتها بتقول لها بصوت عالي بتقول لي هو انت نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه؟ نسيتي تلبسي بنطلونك بالظبط. فاللي هو وانت هتلبسي بنطلون ليه؟ ما انت لابسه الفستان كامل، يعني البنطلون ده بتبقى لو لابسه بلوزه وبلوزه وبنطلون، يعني ايه بالظبط. ايه البنطلون تقصدي؟ طب انت قلت لها ايه لما قالت لك كده؟ هي اول ما قالت لي كده انا ما فهمتش، سالتها بنطلون ايه؟ بنطلون ايه اللي البسه على الفستان؟ فراحت مهم، وانا وهي بتقول لي كده انا ما كنتش اصلا ملاحقه ان انا اتكلم واخد وارد معاهم. الاثنين كانوا دي بتتكلم ودي بترد، دي بتتكلم وانا واخده الكلام واقفه، انا مش فاهمه انا بيتقال لي كده ليه دلوقتي، ولا ايه اللي انا عملته، او ايه الحاجه الملفته قوي ان هم يتكلموا معايا بالشكل ده ليها. بعد ما قالت لي الفستان مش هبس عليه بنطلون ليه، وانا قلت لها بنطلون ايه؟ هي كانت عايزاكي تلبسي بنطلون تحت الفستان بالظبط. كانت زميلتها التانيه بتقول لي هو انت مسلمه اصلا ولا مسيحيه تاني؟ يعني كان سؤال متكرري للمره الثانيه. ولو مسيحيه ايه يعني ايه تفرق ايه مسلمه ولا مسيحيه يعني؟ من امتى احنا بنبص لبعض بالطريقه دي؟ او احنا لما بنيجي نبص لحد بنبص قال لي مسيحي او مسلم؟ طب انت لما سالتك انت مسلمه ولا مسيحيه قلت لها ايه؟ انا لسه هقول لها انا مسلمه. كانت الثانيه يعني هما كانوا اثنين، واحده منتقبه والثانيه لابسه خمار. فكانت اللي هي بخمار ديت سوري المنتقبه قالت لي انت مسلمه ولا مسيحيه؟ كانت اللي لابسه خمار في ساعتها ردت عليها قالت لها لا دي مسلمه، انا شفت البطاقه بتاعتها، دي البطاقه بتاعتها كانت محجبه وقلعت الحجاب. ولقيتها بصت لي مره واحده بتقولي هو انت قررتي دلوقتي حالا تبقي مش محترمه وقللتي الادب؟ انت زمان كنت محجبه ومحترمه، دلوقتي خلاص قررتي تبقي قللتي الادب؟ نفس التوقيت الثانيه المنتقبه قالت لي هو انت منين اصلا؟ انا جامعه طنطا. فهي بتقول لي انت منين اصلا؟ قلت لها انا من اسكندريه. بساعتها كانوا الاثنين بيتكلموا بيردوا على بعض، بتقول لها ايوه ما هم الاسكندرانيه كده. يا نهار اسود، ما انا قلت برضو انت اسكندرانيه عشان لك. يا نهار اسود، ايه علاقه يعني ليه انا ابقى واقفه في ممر كله لجان والناس شايفاني وانا بيتقال لي الكلمتين دول؟ ولا ليه وليه كل ده؟ يعني انا ليه اعصابي تتوتر وليه اتكسف الكسفه ديت قدام الناس؟ الناس كلها فجاه في الكليه اللي ما خدش باله مني اخد باله مني، وانا بقيت نازله من كليتي عايزه امشي باقصى سرعه. وقعدت تبصي بقى لهدومك وتشوفي هو في ايه؟ يعني الواحد ممكن يشك في نفسه حتى. انا بصيت انا افتكرت فستاني اوفر، لدرجه هي بدات تتدخل وتقول لي طب وانتي ماشيه لو الهوا رفع لك فستانك، طب لو انت ماشيه والناس هتبص لك ازاي؟ يا حبيبه ايه علاقه؟ هي قالت لك وانت ماشيه الهواء يطير فستانك؟ قالت لي وانت ماشيه الفستان بتاعك هيترفع. هي قبل ما انا اسيبها وامشي في الحته ديت قامت قالت لي ايه؟ لا ده انت ربنا يهديكي بقى، ويعني ايه وترجعي بقى لحجابك، اصل دي فتره يا بنتي والله وهتعدي. الناس في الكلية بصت لي كتير وبدأت تنائم، يعني أنا ماشية في الكلية الناس بينادوا بعض من كتر ما هي خلتني فرجة في الكلية. أنا ليه إنه أبقى ماشية طالعة من امتحاني عادي ويتحرق دمي واتكسف وكل ده يحصل فيا؟ أنا ما عملتش لحد حاجة غير إن أنا لبست فستان. ده تنمر، ده تنمر في الكلية، وغير كده يعتبر ينزل تحت بند ان هو تحرش لفظي ان انت تتكلمي معايا بالطريقة دي، وخصوصا ان في مراقبين رجالة. يعني انا حتى المراقبين الرجالة بدأوا يبصوا لي، بدأوا يتفرجوا عليا،
فانا بقيت فرجه من ناحيتين. ده تنمر وتمييز. اللي يقول لك انت مسلمه ولا مسيحيه، احنا الحوار ده الـ 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 القاتل ده انتهى من زمان، مسلمه ولا مسيحيه دي. انا بقى بالظبط الموضوع ده انتهى من زمان، وما ينفعش الموضوع ده يتفتح اصلا.